دائما ما اعتبرت القهوة أيقونة الصباح، فأصبحت وقود كل بالغ. فمن منا لا يعشق القهوة؟ وكأنها الشاهد الأعظم على قصة بدأت في ضواحي بوسعادة، واحد من أقدم المقاهي الشعبية. نشأت سنة 1914، مقهى النسيم، صنعة تورثها جيل عن جيل من الأب إلى الإبن. اشتهرت بطريقة تحضير القهوة التركية أو قهوة الزجوة، أصبحت ملاذا لسكانها المحليين. ويبقى عمي أحمد محافظا على تراث عائلته وحرفته التي تورثها أبا عن جد، ومكافحا لإبقاء سمعة مقهى النسيم. نشئت هذه المقهى سنة 1914، وكانت الأب تاعي والجد تاعي يخدموا في المحل هذا، وإحنا سمم العائلات اللي اكتسبنا المقاهي هذه، عدنا الملكية تاعها ونخدموا في المهنة هذه من قديم الزمان. ذكرى تقريبا عدنا قرن وثمان سنين وإحنا نخدموا في أبا عن جد، خدمها أبوي وخدموها عمامي وخدمها جدي إلى يومنا هذا، مازلنا نشتغلوا في العمل هذا. وأما بالنسبة لتسمية المقهى مقهى النسيم، سنة 1952 حين ذا كان الاستعمار الفرنسي خرج قرار في الوقت هذا، قال لهم لازم المقاهي والمطاعم تعطوهم تسمية. كان الدكتور فرحات عباس دائما يجي لبوسعادة هنا، كان مع جمعية أحباب البيان وعدوا الأصدقاء تاعو هنا، منهم الشهيد حميدة عبد القادر، منهم مجموعة من أهل المدينة هنايا، كانوا دائما كان هذا هو الإيواء تاعهم، كان هذا هو المقر تاعهم، يتقاووا هنا ويقعدوا هنايا. في الوقت هذاك هو اللي سماها مقهى النسيم، تمت تسمية مقهى النسيم من 1952 إلى يومنا هذا، تقريبا درك عدا 70 سنة هي اسمها مقهى النسيم. أمجي قبل 1952 كانوا يسموها مقهى المسعود بن عمر على مولاها الأول. هذه هي، ومازلنا نخدموا درك في القهوة الزجوة، هي أصل القهوة احنا في المنطقة تاعنا هنا نقول لها قهوة الزجوة. هي أصل القهوة هذه تركية، من كان الاستعمار التركي هنا كان يخدم فيها وتعلموها من جيل 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 صفات لنا حنايا. وبالنسبة للدول منا ومنا يقولوا لها كما في تونس يسموها قهوة الدكدكة، في فلسطين يقول لها قهوة العربية، هنا في بوسعادة يقول لها قهوة الزجوة، في الجلفة يقول لها قهوة الفرارة. هذه هي أسم الأسماء. ونخدموا الحواج القديمة، عندنا الجور نخدموه ثاني من قديم الزمان، عندنا الحار ثاني نخدموه. الجور يتكون من الأعشاب تاع المنطقة السهبية تاع المنطقة تاعنا هنايا، الأجوار هنا عندنا إكليل الجبل، عندنا العرعار، عندنا التسلقة، عندنا القاصة، عندنا هذه الأعشاب وكل نخدموا منها الجور. وعندنا الحار يتخدم من الخلجلان، وكذلك أعشاب ثانية يتخدم منها هذه القهوة التقليدية، القهوة الوحيدة اللي رانا نجيو نريحوا بها، نقهوة فيها صباح العشية. من ناحية المعاملة الله يبارك، من ناحية النظافة، نلقى الراحة نتاعي في هذه القهوة، تعجبني بزاف. عندي جوي 7 سنين ولا 8 سنين أنا هنايا. تقريب صباح نعيط لأصدقائي هنا، نتلاقاو ديما تقريبا نتلاقاو في هذه القهوة. القهوة هذه تعجبنا على خاطر فيها تقريب كيجة تقليدية، والبن نتاعها مليح ما شاء الله، ومحافظة مازالت محافظة على الطابع نتاعها، وهي قهوة قديمة كانوا جدودنا هنا يجوا بيادنا وبعد احنا ندمجوا يجون. هذه القهوة اللي تمتاز بها. واش؟ بارك الله فيك خويا. وهذه هي القهوة اللي نشربوا فيها. شكات؟ هذه يقعد يتم نعيط الأخضر. ما شاء الله. قهوة قديمة في بوسعادة. قهوة قديمة في بوسعادة و خدموا فيها ربع جيل،
فاميليا. وزيد الجزوة هذه راها من وقت طلع كانوا في راشيد. صافي صافي أربعة جيال هنايا. ايه؟ من ولادهم من بيهم جدهم لبيهم أهل أهل صنعاء. أبدا. زدت هنايا وكبرت هنايا ونسقهوة هنايا. الله يبارك. تسمع. وش تشرب هناك؟ نشرب قهوة. نشرب قهوة. قهوة جزوة. إيه نشرب قهوة كاين الشيع كاين جور كاين كل شيء.